وشما مجديد كيفاش عديت رمضان؟ اكيد ما فماش برشا حفلات في رمضان ولا فما ولا بون سي ما صيف، مشكلة حضر للصيف واخي الحضر للصيف تو سيزون ديجا في جوان دخلنا ديجا سيزون كاخي في رمضان شويه ما نجيت مدينه هكا بحكم اني خدمت مع الفرقه الوطنيه في الشعبيه كمطرب يعني ما عروض مدعمه هكا دور ثقافه مهرجان المدينه لكن للصيف فما في الصيف عندنا عروض مهرجانات زاده وعندنا شويه عروسات كالعاده يعني كيما الناس الكل هذيك شنو فما في الصيف مثلا فما مهرجانات فما سهرات خاصه عندي عروض وعندي سهرات خاصه عندنا في الجنوب تورني في الجنوب اي الجنوب اهالي الجنوب تحيه ليهم ان شاء الله عيدهم مبروك وين جربه وعندنا شويه عروسات يعني كيما الناس الكل ربي يهني يفرح العرس الكل ان شاء الله يا اخي ما دام فرحه وي وي بوكوا با العروسات ما نجموش نفرحوا من غيركم ولينا اهم ميدان الفنان في تونس العروسات يعني العروسات والدوسيات نتاع المهرجانات يدفعوا قبل ثلاث اشهر ياسمين ومن بعد هم يعطيوا لي دات وعندك الفرق بتاع المندوبيات يعطيوك لي دات ما هو ديجا الخايبه فين ديما اخر لحظه يكلموك في اخر لحظه مثلا انت تبدا ترجيب على الكروسيت ويقول لك مثلا نختار ما بين ما بين وعلى اربع ديدات هذوك من انت ديجا مبرمج حاجات اخرى معناتها مش على فونس قبل عروسيت ولا قبل مثلا ديبلاسمون مثلا توجيك مره جايه في وزاره تلقاك انت في جرب ما تنجمش اي ما تنجمش اكيد ما تنجمش ان شاء الله تتريق الحكايه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بالنسبه لنا الوزير نتاعنا انا واحد من الناس نحييه الوزير نتاعنا بتاع الثقافه قايم مجهود كبير برشا تحيه ليه وان شاء الله عيده مبروك تحيه ليه قايم ان شاء الله عيده مبروك واللي ترعي معاها ما قايم بخدمه بكذا الفن الشعبي اكيد عنده بلاصته ولازم يلقى بلاصته اوبسيون اوبسيون كون هو ارتيست يعني ما عليك يجي وزير ارتيست مثلا وزير شباب الطفولة يكون كوارجي ولا وزير ثقافة يكون ارتيست يعني ناس ممتاز يفهم ويحس بك يحس بيك فوالا مش اداري بركة يعني يحس بيك يحس بطموحاتك يعني معاناتك اي ان شاء الله ان شاء الله ما تغلبش الادارة لا طيب ما يغلبش معناتها الإدارة تغلبك الفن والفنان والضغوطات نعرف الإدارية تبدا تبدل برشا حاجات الثقافة هذيك الجديدة تو في شارع محمد خامس أنا عندي صحابي أجانب من العالم جاو يعني صحابي تلين وصحابي مغاربة يعني حاجة لو طير على الآخر بصراحة يعني والخدمة والدنيا كل ولي شنو باش نسمعوا احنا عندنا فاصل باش نخرجوا فاصل ونرجعوا باش نسمعوك شنو باش نسمعوا سمعكم الزين العربي كواني غنية تونسي زين العربي كواني ما خيرش من الزين العربي انا معاكم نمشيوا الفاصل ونرجعوا مع وليد سعداوي نسمعكم غنية اسمها الزين العربي يعني تغنى على الاسامي الزمنيين تاع تونس مريومه وفطومه وخدوجه تسمعوا حلوه برشا في الزين عالميه على نسمع ان شاء الله Thank you.
برافو 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 وليد، عملتوا جو في دياركم، عملتوا جو، زدتوا في الصوت باش هكايا شطحنا وعملنا جو، ماك تعرفوا عيد حفالي اكيد اكيد ياسر حلو، وزين العربي ما كيفوش ما كيفوش.